ومن جابس نصعد قليلا إلى الشمال الغربي وبالتحديد إلى عين دراهم اللي احتضنت اليوم مهرجان كبير واستقبلت الترجي الرياضي التونسي أحسن استقبال، وكانت مقابلة النجم الرياضي الخميري والترجي الرياضي التونسي فرصة لتدعيم أواصر الأخوة والتحابب بين الفريقين، وكانت فرصة ومهرجان وعرس في كما تشاهدون الجمهور في أعلى الجبال وفي شرفات المنازل في عين دراهم، وكانت مهرجان أكثر منها مباراة كأس. الجمهور كما تشاهدون وللمعاق أيضا نصيب من الفرجة، وللناس فيما يركبون مدارج كما تشاهدون، والنسوة حضرنا بعدد كبير، والترجيون يقرؤون الفاتحة قبل انطلاق المباراة، وكذلك لاعبين نجم الرياضي الخميري والأم والرضيع أيضا. لأول مرة في التاريخ تزورنا عند دراهم ونتقابلوا معاها في الكأس، ونشكرهم برشا ونشكروا الضيوف اللي جتنا وعاونتنا وبارك الله فيها. سنشكر أهالي ومسؤولي عند دراهم اللي فرحوا بينا فرحة معناها كبيرة برشا، وفي هذا الكل إن شاء الله نقدم لهم مباراة على قد الفرحة اللي فرحونا بها، وربي يعينه ويعينهم الاثنين. وأنا أشكر محسن السومري قائد النجم الرياضي الخميري وخالد بن يحيى قائد الترجي الرياضي التونسي، لأن المقابلة كانت بحق كيف ما قلت مهرجان، دارت المقابلة في إطار الروح الرياضية العالية، والدليل على ذلك أن النجم الرياضي الخميري اللي انسحب من هذا اللقاء ما تحصل حتى على إنذار، وأيضا الترجي الرياضي التونسي ما تحصل إلا على إنذار واحد عن طريق سمير الخميري، وهذا ما يدل أن المقابلة دارت في أحسن الظروف. والهدف الأول منذ بداية اللقاء عن طريق منير معلول يفتتح التسجيل إذن، وينتهي الشوط الأول بتفوق الترجي الرياضي التونسي بهدف مقابل صفر. وبطبيعة الحال التوازن كان مفقود في هذا اللقاء، رغم أن النجم الرياضي الخميري أضاع بعض الفرص عن طريق عادل الجماعي خاصة كما تشاهدون، وكيف ما قلت التوازن كان مفقود، والنجم الرياضي الخميري اللي صمد خلال الشوط الأول بطبيعة الحال الفارق كبير بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الخميري، والترجي هذه فرصة أخرى للنجم الرياضي الخميري خلال الشوط الأول، وباش يكون الترجي الرياضي التونسي في طريق مفتوح في الشوط الثاني ويتمكن من إضافة 3 أهداف أخرى، هذه قذفة بسام على العارضة، ثم باش يجي هدف رشاد فارح، بسام مرة أخرى والحارس الحويزي يتألق، ومرة أخرى الدفاع النجم الرياضي الخميري، ومن نبيل معلول يرفع، ورشاد فرح بالرأس يحقق الهدف الثاني بعد 24 دقيقة لعب من الشوط الثاني، إعادة للهدف رغم محاولة الحارس سمير الحويزي، ثم ضربة مخالفة وخالد بن يحيى يتوغل ويحقق الهدف الثالث في 32 دقيقة لعب، ونبيل معلول باش يختتم مهرجان التسجيل، وينتهي اللقاء بتبادل القبل بين عناصر الفريقين، وهذه هي أجمل الصور اللي بقات عالقة بأذهان كل الرياضيين اللي حضروا اليوم. هذه محاولة كان بإمكان نجم الرياضي الخميري باش يذلل الفارق كيف ما قلت، وينتهي مهرجان الأهداف بهدف نبيل معلول واللقاء بأربع أهداف مقابل صفر لصالح الترجي الرياضي التونسي.